أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وقع ظهر اليوم انفجار في حافلة إسرائيلية تابعة لشركة دان في شارع الملك داود في تل أبيب، ما أسفر عن وقوع 16 إصابة على الأقل، من بينها 5 إصابات وصفت حالتها ما بين الخطيرة إلى المتوسطة. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن الشرطة الإسرائيلية أن شخصين ألقيا عبوة ناسفة داخل الحافلة ومن ثم فرا من المكان باتجاهين مختلفين. مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الثامن، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 143 شهيدا وأكثر من 1150 جريحا، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت مصادر طبية أن مسن وابنته استشهدا، وأصيب 3 من عائلته بغارة على خان يونس. وبينت أن المسن إبراهيم أبو نصر وابنته أميرة أبو نصر استشهدا، وأصيب 3 من عائلتهم بغارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تواجدهم في الشارع العام في خان يونس. وفي هذا السياق تستمر الفعاليات الشعبية التضامنية مع الأهل في قطاع غزة، فقد نظمت اليوم وسط مدينة رام الله فعالية مركزية دعت إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتوحيد الصف الفلسطيني. كما طالب المشاركون في الفعالية المجتمع العربي والدولي تحمل المسؤولية إزاء استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق الأبرياء. تظاهر صباح اليوم عشرات الفلسطينيين أمام مقر الرئاسة الفلسطينية احتجاجا على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إليها. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين، خاصة إزاء ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، وتصريحات كلينتون المنحازة لإسرائيل مطالبين القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس بعدم استقبال كلينتون. في هذه الأثناء حذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعلى لسان مديرها العام خالد قزمار من استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، كان ذلك في قطاع غزة أو الضفة الغربية. كما أكد قزمار أن إسرائيل تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، ويشار إلى أنه عشية الإعلان العالمي لحقوق الطفل سقط أكثر من 30 طفلا شهيدا في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان على القطاع. ونختم الموجز بهذا الخبر. وعشية التئام المؤتمر الدولي 18 للتغير المناخي في قطر، عقد مركز العمل التنموي معا وشبكة المنظمات البيئية أصدقاء فلسطين المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه النقاب عن حقائق ومعطيات ساخنة ومخيفة حول الانبعاثات المكثفة لغازات الدفيئة السامة من مصادر عسكرية ومدنية إسرائيلية، ما يتسبب بتدمير المناخ في فلسطين. كما وكشف المؤتمر عن طرق التضليل وتزوير الحقائق التي يتبعها الاحتلال لإخفاء جرائمه الحربية الملوثة والمدمرة للتوازن المناخي. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.